السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. سجلت مباراة فريقي مركز شباب الوسطى ومركز شباب البسيتين أول حالة تعادل سلبية ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة الرابعة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية لكرة القدم داخل الصالات والنسخة الأولى للبطولة الكروية لذوي الإعاقة، والذي يقام تحت شعار ملتقى الأجيال. وعجز الفريقان عن تسجيل ليتقاسما نقاط المواجهة بتعادل سلبي. في المباريات الثلاث الأخرى نجح كل من أبو صابع، كرباباد والبحير في تحقيق حالة فوز سهلة وبفارق مريح. الحمد لله اليوم أخذنا ثلاث نقاط مهمة في بداية مشوارنا، وبنحاول بعد نغلب مباراة عشان نضمن الصعود، والمباراة الثالثة يعني نبي المركز الأول عشان يكون دور ثاني أسهل بالنسبة لنا، وإن شاء الله ننافس على اللقب. العزيمة أهم شيء، وتشرفوا بدخول مسابقة سمو الشيخ خالد بن حمد، وهذا أعطاهم دافع. وإحنا أكثر شيء قاعد نركز على الشباب اللي مال فرجان، هذا الشيء مال فرجان ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليهم في مواهب يعني، ودرس من الشيخ خالد بن حمد يعني تعطيك، وخاصة إذا ما فيها لاعبين منتخبات. قاعد أشوف إن يعني المستويات جدا ممتازة، وأنا ما توقعت بكل صراحة إن كل الفرق راح تكون هناك منافسة قوية من بينها، يعني قلت يمكن إن هناك فرق راح تكون بكل وضوح هي اللي يعني مرشحة من البداية إن هي راح تفوز بالبطولة. إحنا دورنا كلجنة شباب ورياضة بتوجيه من معالي رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم ملا دائما نحاول نكون متواجدين بين المجتمع البحريني على أقدر كمية تكون موجودة عندنا، هاي دورنا كمجلس نيابي.